منتخب قوي في افريقيا ويستاهل يكون الاول في افريقيا ويستاهل يكون اول عربيا. وربح اعظم المنتخبات العريقه الاوروبيه والعالميه. وي المغرب راهم وصلوا كيف نقولوا للمستوى العالمي. راهم لي 5 ماتش تاعهم الاخرين راهم ربحوا غير لي زيكيب الكبار. تري بيان والله الحمد لله. المنتخب المغربي يلعب في كره باهيه تحسن، يلعب معناتها وصل للعالميه، ربح المنتخب البرازيلي والبرتغالي والاسباني، مش بالساهل معناتها باش تلعب بالنيفو هذا. ربي يبارك المغرب مريق المغرب ان شاء الله. المغرب ما سيبورتوش. سيبورتيها البرازيل المغرب لا حاجه مليحه. هي مبروك لخاوتنا المناركة. هي ما عنديش مع المغرب جمله. يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه، شرفوا لافريك بكل. فوز المغرب على البرازيل راهو هنا باللي الكره الافريقيه والمغربيه الاسمر في تطور كبير. اداء ثاني كان في المستوى، وحتى هم عندهم لاعبين من طينه الكبار. السياسه مع الرياضه، السياسه والرياضه. مروك لعبت انجرو ماتش، لعبت انجرو ماتش الميريت لافيكتوار الاول عالميين. ومش سهل بتربح البرازيل، البرازيل يبقى ديما برازيل. وحنا نلعبوا كونتر البرازيل نربحوها بالكيب اللي عندنا، نربحوها البرازيل. حتى البرازيل معروف ديما بالجوار تاعو طول، مهما واش يكون راح ما كانش نيمار، بس تبقى اسم برازيل. الرياضه ما فيهاش سياسه. الرياضه ما فيهاش سياسه. في تقدم ملحوظ، كل خطره تخرج ستار جديده. ربي يبارك، بسم الله ما شاء الله، ربي يبقي علينا ستار برك. نتفرجوا على المروك. والله نتفرجوا عليهم خواه خواه، الجزائر المروك. الجزائر، تونس، المروك، ليبيا، موريتانيا، السودان، خوا خوا 24 بلد عربي، إخوة، ما كانش حاجة تفرقنا، أقسم بالله ربي العلي العظيم. ما شاء الله فخر فخر ربي يبارك، والله ربي يبارك صح. المروك كرة قدم، كرة قدم حديثة صح، درك مع مع البالون الحديثة ذي، وتسمى عرب زي يلعبوا زي كاب تكتيك هذا، تسمى حاجة فخر لينا. عندهم منظومة ما شاء الله، وبربي يروحوا بها البعيدة ذي، ربي يبارك والله ما شاء الله. قاعد مليح وقاعد يتطور بربي، ان شاء الله المنتخبات الافريقيه كل تتطور كيما كاكا وتمشي على ريتم واحد. بالصحه بالصحه بالصحه. ما تفرجتهاش بس كل مره ما سيبورتيهاش. واضح تونس تفرجنا لها، بصح المغرب ما تفرجش لها، بصح داروا ما تفرجت لقطات، داروا ماتش جرو ماتش وداروا لقطات ملاح بيا انتيك. ان شاء الله انا كنا نستناو تصرى لهم كيما تركيا في 2002 وصلوا لدومي فينال بعد ما بانوش. مي راني نشوف المنتخب المغربي يعني راح يدير مفاجاه للقدام، يعني واش راني نشوفه. برشا البرازيل المغرب، ونتمناو لها تزيد في الحظوظ تحت زيد. لا عزيز انا تفرجت برومير ميطو تاع المنتخب المغربي، ما شاء الله المنتخب المغربي ديجا عنده دي جوار واصلين وما شاء الله، نتمنى مع الركراكي زيد خدم لهم زيد طور الاداء، مش غير تطور زيد ولا انضباط تكتيكي نشوف فيه. انا مع لي جوار بانوا جدد مع اوناحي الله يبارك، شفتيه زي ما بان في الكوب دي موند، ونتمنى لهم ان شاء الله كي المنتخب الجزائري كي التونسي كي المغربي منتخبات العرب. المغربي فريق شقيق وفريق حقيقه قوي، واصبح دخل في العالميه كما نقولوا احنا. من النتائج المفاجاه لانه البلد العربي الوحيد اللي فاز البرازيل. مبروك اداء الله يبارك، كان في مستوى فريق كبير، ويا خويا رانا معاهم مروك كيما احنا كيما هما، وحاجه خاوه خاوه وما بيناتنا شي عداوة. والله تدري في فالاجيري ومروك راهم في الاداء مستوى شباب. ان شاء الله حاجه مليح. اول بلد عربي يفوز على البرازيل، بروميير في الموند بيان سور. فريق احنا فرحنا الفريق المغربي، وهذا شرف الكره العربيه والكره الافريقيه. دابين احنا تعجبنا كي يشوفوا المنتخبات العربيه بيا وتلعب بيا وشرفونا، بارك الله فيهم. والله ما نكذبوش على بعضنا، المنتخب الوطني منتخب قوي برشا، ربي يبارك، عندهم ملاعبيه كبار يستاهلوا، ومما وصلوا كارت فينال في كوب دو موند يستاهلوا ما اكثر. ان شاء الله كوب دافريك، ان شاء الله نتمنى لهم كل الخير ان شاء الله. شكرا. اداء مليح ياسر، تفرجناهم وسيبورتيناهم خاوتنا كيف المراركه، يعطيكم الصحه. خاوه الجزائر تونس خاوه. مليح ياسر، اداء المغرب في قمه كبيره. فوز مستحق ويستاهلوا كل خير ان شاء الله. البرازيل يعني لعب فريق ثالث انا قاعد نشوف فيه.
فريق ثالث فينيسيوس وماركينوز برك ان شاء الله مربوحه 5 للجزائر. داروا باركور شباب، داروا باركور شباب، ربحت المغرب بصحتهم. احنا انا سيبورتو يلعب البالون مليح مع النوير.